في يوم كله أحداث كروية، في يوم كان فيه 3 ماتشات ضرب نار بيتلعبوا مع بعض. هتقولي جاي يتكلمنا عن مباراة ريال مدريد وتشيلسي؟ هقولك لا. هتقولي جاي يتكلمنا عن مباراة الميلان والنابولي؟ هقولك برضو لا. أنا جاي أكلمك عن قمة الدوري السعودي اللي خلاص بقى في حتة تانية عن كل الدوريات العربية. النهاردة الهلال والنصر بيقدموا عظمة ومتعة للعين وانت بتتفرج. الدوري السعودي اللي بيقول بصوت عالي أنا بنافس دوريات أوروبا، ما بنافسش دوريات ولا الشرق الأوسط ولا دوريات العرب ولا دوريات أسيا خالص. الدوري السعودي فعلا في حتة تانية. هكلمك عن عظمة بتتقدم في الدوري السعودي وإحنا للأسف ما بنتفرجش عليها. فعلا الدوري السعودي حاليا بيبعد عن الدوري المصري بفرق كبير جدا، ودي حاجة طبعا تزعلني لأن أنا مصري وبحب مصر وبحب النادي الأهلي وبشجع الأهلي. لكن لما أتفرج النهاردة على مباراة زي مباراة الهلال والنصر وتشوف فيها، تشوف كريستيانو رونالدو نجم عالمي، تشوف كمية المحترفين اللي موجودين، تشوف كرة سريعة وكرة جميلة، تشوف جماهير مالية المدرجات، المدرجات مقفولة 70,000، تشوف شماريخ في المدرجات، تشوف متعة فعلا بعينيك ما بتشوفهاش غير في الدوريات الأوروبية. بعيد جدا الدوري السعودي حاليا عن الدوري المصري. ماتشات كانت في منتهى القوة بتتلعب في نفس الوقت، كنت عمال بقلب بين كل ماتش وماتش كده، تبص على الريال شوية اللي كنا متأكدين انه كده كده هيكسب وكده كده هيعبر. ريال مدريد مفيش جديد، كده كده بيفوز في الذهاب 2-0، بيفوز في الإياب كمان 2-0، وبيقصي تشيلسي بمنتهى السهولة. السهل الممتنع عند ريال مدريد عشان يضرب موعد مع اللي هيفوز بكرة. هل يا ترى مانشستر سيتي يكمل على بايرن ميونخ ويوصل لمدريد وده اللي كل الناس متوقعاه، ولا بايرن ميونخ يعمل المعجزة ويعمل الريمونتادا خسران بالتلاتة؟ الموضوع صعب جدا. مين اللي هيقدر يفوز بدوري الأبطال؟ أنا قلت توقعاتي من قبل ما دور الثمانية يتعمل، وقلت إني شايف إن مانشستر سيتي هي بطل البطولة دي. والله أعلم إيه اللي هيحصل في حضرة ريال مدريد، ما ينفعش تتوقع حد غيره. لكن الناحية التانية كمان، ميلان كان بيلعب مع نابولي، يا سلام ويقصيهم من دور الثمانية. نابولي لأول مرة في تاريخها أصلا توصل لدور الثمانية، ميلان النهاردة بيقصوهم بعد تعادل 1-1 وفوز في الذهاب 1-0، يبقى مجموع الماتشين 2-1 لميلان كده. لكن تركيزي مش على كل ده، تركيزي على ماتش ديربي السعودية بين الهلال وبين النصر. بتشوف عظمة النهاردة، بتشوف الهلال اللي لعب نهائي كأس العالم أمام ريال مدريد وخسر منهم بعد ما عمل أداء هايل قدام الريال وسجل اهداف، بيلعب النهارده وبيكسب النصر السعودي اللي معاه كريستيانو رونالدو في قلب الملعب اللي خلاص واضح ان هو فعلا في اخر 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 ايامه. رونالدو فارق كتير جدا طبعا معاهم بالاسم بس وفي التقل كده انه متقل الفريق، لكن اداء في ارض الملعب لا مش فارق ولا حاجه. تيجي تبص بقى على النصر وعلى الهلال تلاقي ان الاول الاتحاد، تلاقي ان الاثنين يا جماعه مش متصدرين دوري، مع انك لما تيجي تبص على كل فريق فيهم تقول ده بطل الدوري بتاعه، ما ينفعش يبقى في حد بطل غير الفريق ده. تبص على الهلال السعودي لا هو ده الفريق البطل يا جماعه، فريق قوي جدا، فريق عنده عناصر قويه في كل حته في الملعب. تيجي تبص على النصر السعودي تلاقيهم جايبين كريستيانو رونالدو بارقام فلكيه، تعرف ان ازاي فريق بيدفع الارقام دي ومعاه فلوس ما تتعدش زي الرز كده. تبص على النصر وعلى باقي الفريق تلاقي فريق قوي جدا، تقول لا ده المفروض يبقى البطل بتاع الدوري بتاعه. تلاقي ان الاتحاد هو بطل الدوري، انتوا متخيلين؟ انا مش متابع الاتحاد للاسف، ما اتفرجتش عليهم من فتره كبيره جدا، لكن هو المتصدر الدوري وفي الشباب كمان في المركز الثالث. خليني اقول لك الدوري عامل ازاي عندهم. الاتحاد السعودي في المركز الاول لاعب 23 مباراه مع 56 نقطه، وهم عندهم الماتشات 30 ماتش، فبيقترب بنسبه كبيره جدا من حصاد الدوري. خلاص الاتحاد تقدر تقول له مبروك من دلوقتي، وتقول للنصر السعودي هارد لك بعد ما خسر المباراة بعدته بشكل كبير جدا عن المنافسة. الفرق بينهم كام؟ الفرق 3 نقاط بس، 56 نقطة للاتحاد السعودي، بعد كده النصر 53 نقطة، فرق 3 نقاط بس الاتحاد لسه ليه مباراة، لو لعبها وكسبها يبقى الفرق 6 نقاط وفاضل لكل واحد فيهم 6 ماتشات. اعتقد ان الموضوع بيقرب من الاتحاد بشكل كبير جدا. ولو معانا اخواتنا سعوديين في اللايف دلوقتي يقولوا لنا دلوقتي في الكومنتات توقعاتهم مين هيكون بطل الدوري السعودي القوي جدا اللي بهنيكم عليه ان عندكم دوري بالقوة دي. يجي من بعديهم في المركز الثالث الشباب من 23 مباراة 50 نقطة، الشباب فاضل له ماتش كمان على النصر، لو كسبها يتساوى مع النصر في المركز الثاني بالنسبة للنقاط. يجي الهلال مركز رابع يا جماعة، الهلال اللي بيكسب النهاردة بثنائية ايجاله من ضربتين جزاء مركز رابع معاه 49 نقطة بس من 25 مباراة متقدم عليهم كلهم. اعتقد ان الهلال صعب جدا يصعد حتى للمركز الثالث
الثالث ده من وجهة نظري، لان اللي في الثالث الشباب بينه وبين الهلال نقطة واحدة، لكن الهلال سابقه بماتشين، يعني الشباب لسه ليه ماتشين. اعتقد ان الهلال شكله هيفنش مركز رابع دلوقتي، بعد كده يجي الفتح والتعاون، لكن فرق كبير جدا بينهم وبين الهلال المربع الذهبي اللي موجود فوق، الاتحاد، النصر، الشباب، الهلال. ومستني اخواتنا السعوديين يقولوا لنا ترتيب الدوري السعودي هيبقى ايه في النهاية، وهنشوف هل فعلا الاتحاد هيقدر يفنش الدوري ولا النصر مع كريستيانو رونالدو يقدروا يعملوها وينطوا على الصدارة وياخدوه في اخر جولات كده. خلينا اكلمك النهارده عن روعه الجماهير يا جماعه، الكوره للجماهير. شفنا جماهير النادي الاهلي وهي عامله عظمه في الماتشات الاخيره، عايزين الماتشات كلها حتى في الدوري يكون بعدد جماهير كامل. افتحوا الاستاد وافتحوا المدرجات عشان نوصل للدوري السعودي، عشان نوصل لدوري روشن السعودي اللي بقى في حته تانية بسبب اول عامل عندهم هو عامل الجماهير، بعد كده الملاعب والنقل والاخراج واللعيبه والكوره والتحكيم وكل كل كل حاجه الدوري السعودي طار بيها فعلا. لكن محتاجين نفتح المدرجات اول حاجة نعملها عشان نقدر نتقدم بالكرة المصرية ونوصل للكرة السعودية اللي فعلا مستواها بقى اعلى مننا بكتير. النهاردة الهلال بيكسب النصر الثنائية ايجالو من ضربتين جزاء، هل ضربتين جزاء صحيحين ولا لا؟ اتفرجت على اجزاء من المباراة مش المباراة كاملة، لاني كنت بتفرج على مباراة الريال وعلى مباراة الميلان كمان وعمال بقلب كده. قولولي في الكومنتات هل ضربات الجزاء صحيحة ولا لا. خلينا نخش على ريال مدريد اللي مفيش معاه جديد. ريال مدريد في دوري ابطال بيفوز، ريال مدريد في دوري الابطال بيعدي، بيقابل مين ملوش دعوه، بيقابل مين اللي بيجي قدامه هو ما بيعتمدش اسامي يا جماعه. ريال مدريد بيفوز النهارده بثنائيه بعد الثنائيه الاولى بجولين احلى من بعض. الهدف الاول في الدقيقه 57 في اول الشوط الثاني، رودريجو بيعمل واحده من اليمين ايه، بيطير ويفتح مساحه ويدخل جوه ال18 ويلعبها بالعرض، تعدي كده في الدربكه وتروح لفيني اللي بيلعبها بالعرض ويرجعها لرودريجو تاني عشان يسجل هدف حلو قوي الجول الاول. لكن الجول الثاني احلى واحلى واحلى، جول في الدقيقة 79 فيني بيخترق من ناحية الشمال وبيلعب واحدة بالعرض الفالفيردي اللي بياخد الكرة ويعدي من واحد واثنين جوه ال18، بيتمشوا جوه ال18 يا جماعة كأنهم بيتمشوا في نص الملعب والله، ويدي الكرة بالعرض لرودريجو اللي الشبكة قدامه فاضية، يقدر يدخل بالكرة حرفيا يعني يتمشى ويدخل الجول، وده اللي كان بيعمله. راح حارس المرمى بتاع تشيلسي دخل عليه بمنتهى القوة كده، طبعا متضايق ومتغاظ من الحركة، أنت بتستهتر بتشيلسي، وفعلا كان يقدر يدخل بالكرة الجول بيسجلها لرودريجو عشان يسجل ثنائية ويصعب ريال مدريد لربع النهائي بعد ما كسبوا تشيلسي برباعية 2 ذهاب و2 اياب. دي كده المباراة الثانية النهاردة، والمباراة الثالثة كانت مباراة ميلان ونابولي. المباراة الأولى خلصت بفوز ميلان 1-0، والمباراة كانت لسه موجودة في الملعب، ديربي إيطالي في منتهى القوة، والهدف الأول بيسجله جيرو بعد ما ضيع ركلة الجزاء، بيسجل هو الهدف الاول بعد ما ليو قطار ميلان بياخد كرة من عند الجول تقريبا ويجري بيها، ما حدش قادر يوقفه، دبابة بتجري في الملعب، يعدي من لاعب ومن التاني ومن التالت ويروح لحد ال18 ويديها لجيرو ويقول له خد سجل جول، الجول قدامك فاضي. ليو اللي بيعمله دلوقتي فورمة غير عادية، قوة غير عادية، دبابة موجودة في الملعب، قدر يسجل هدف جيرو، لكن الهدف كله يحسب لليو من وجهة نظري بصراحة. التعادل كان لأوسيمان، لكن في البلاس 90 في آخر الماتش خالص كان الموضوع صعب جدا، عرضية اتعملت خدها بدماغه على طول، قطع قبل المدافع بتاع ميلان وسجل هدف قلص به النتيجة. لكن في النهاية بيصعد ميلان لدور الأربعة عشان ينتظر ويشوف هيقابل مين. الناحية الثانية عندك انتر ميلان اللي بنسبه كبيره جدا هي اللي هتكون موجوده، هيبقى نص النهائي الناحيه دي انتر ميلان اي سي ميلان، والناحيه الثانيه ريال مدريد مانشستر سيتي، ده بنسبه كبيره جدا. عندنا بكره ماتشين في غايه القوه، طبعا المباراه الاهم اللي هتفرج عليها كلها باذن الله مباراه بايرن ميونخ مباراه مانشستر سيتي. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ قولوا لي توقعاتكم في الكومنتات، تتوقعوا مين اللي يصعد؟ مانشستر سيتي اللي فازت في الذهاب ب 3-0 تكمل الطبيعي وتدوس تاني مباراه وتكسب تاني، ولا بايرن ميونخ تكسب بس ما تقدرش تتاهل؟ استنى اشوف كومنتاتكم وتوقعاتكم، لايكات كتير كده الناس ما كانتش متوقعه ان احنا نطلع نتكلم النهارده، متعودين على الكلام المحلي، النادي الاهلي، افريقيا، الزمالك، الشغل بتاعنا، لكن حبيت اطلع نتكلم بسرعه كده على الدوري السعودي، لازم ياخدوا حقهم ونقول لهم شابوه فعلا، الدوري بتاعهم بقى في حته تانية. لايكات كتير لللايف، شير على قد ما تقدر خليه يوصل لكل الناس، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس وفولو صفحتي على الفيس عشان يجيلك كل جديد. سلام.